كنت بسأل على أن الزوجة المطلقة طلاقا بينا ترعى ابنائها في بيت الزوج المطلق، مع العلم أنها تزوجت وأخفت ذلك على الزوج الأول والأبناء، وأن الزوج الأول يجلس مع الأبناء 3 أيام والزوجة 3 أيام كلنا على حدة. يجوز ما لم تكن هناك خلوة، إذا كنت هناك خلوة فلا يجوز، ويلزمها أن تستأذن الزوج الجديد.